القرآن ولا ذكرت في الإنجيل ولا ذكرت في الأحاديث، والحديث الوحيد اللي بيتكلموا عليه اللي هو حديث أم معطية ده حديث ضعيف الإسناد، وده اللي قالوا عليه شيخ الأزهر السابق. طيب عايزة أسأل حضرتك على حاجة، هل عادة ختان الإناث دي بتأثر على أخلاقيات البنت إن هي تبقى بنت محترمة أو تبقى بنت مش محترمة؟ هل ليها دعوة قوي؟ الأخلاق يا حبيبتي بالتربية. وبعدين عمر ما لو قصيت ودني ولا قصيت مناخير ولا قصيت ايد، عمرها لما بقص جزء من الجسد عمره ما بيأثر على الأخلاق. يعني لو قصيت ايدين اللي بيسرق هيعرف يسرق برضه بطريقة تانية. هل الختان بيأثر على نفسية البنت المختتنة؟ هو بيأثر على البنت بشكل عام مش بس على نفسيتها. يعني فكرة انه مجرد انه يتعمل الختان ده عشان عدم ثقة في البنات وانهم مش هيقدروا يتحكموا في نفسهم، ده في حد ذاته بيبقى بيدي البنت احساس بانها واحده ضعيفه ما تقدرش تتحكم في نفسها. بالاضافه طبعا انه في بنات بيحصل لهم الختان ده وبيحصلوا قصاد ناس، انه ده بيبقى شيء مخجل ليهم جدا. اهلهم اللي هم بيثقوا فيهم بيعرضوهم للالم ده، وخصوصا انه ملوش اي معنى. يعني ختان الاناث التصور انه ده بيؤثر على البنات من الناحيه الجنسيه، بيخليهم اقل في الرغبة الجنسية، ده ملوش علاقة طبعا، لأنه الرغبة الجنسية حتى لو شلنا النص التحتاني كله برضه هيبقى فيه رغبة جنسية. الرغبة الجنسية بتيجي من المخ. أيوة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على الموضوع ده، في الجواز لو هي مختتنة أو لأ، هل ده بيأثر على حياتها؟ بدرجة ما بيأثر، بمعنى أنه في درجات ختان، هو الختان درجات. الدرجة الشائعة في مصر اللي هي بيسموها الدرجة التانية، وده تصنيف عاملة الأمم المنظمة الصحة العالمية. عايزة أعرف هل حضرتك بتشجعي مثلا على الدرجة الأولى بس التانية لا، لا 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 أو التانية والتالتة لا 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 كله لا صح؟ لا لا لختان الإناث نقطة. ميرسي جدا على اللقاء ده. الله يخليك، يعني ميرسي جدا. وخلوني بقى أحس إن أنتوا اسمعونا، يا ريت كل الناس تسمعنا ويعرفوا إنهم يحافظوا على كرامة بناتهم ويعلموهم ويربوهم مش يقطعوهم. يا ريت. شكرا. احنا لما بنقول اسمعونا ما بنقصدش ان انتوا تسمعونا احنا وبس، لكن اللي بنحاول نعمله هو ان احنا نوصل صوت كل الاطفال ليكم، وده اللي ممكن يعمله كل واحد منكم من خلال الفقره دي. ممكن تبعتوا لنا اي حاجه عملتوها بايديكم او رسمتوها او صورتوها او حتى كتبتوها، وطبعا ده هيبقى هايل جدا جدا لو الحاجه دي بتوصل صوتنا للناس كلها من خلال برنامجنا وبرنامجكم اللي هو عن حقوق الطفل. لكن يعني لو الحاجه دي بتعبر عن رايكم انتوا الشخصي ممكن برضو تبعتوها، لان كلنا من حقنا نعبر عن راينا. ابعتوا لنا على صاد ب 132 المهندسين، او على ايميل البرنامج اسمعونا@الكارما.com. صديقنا اسلام وهو عنده 16 سنه بعت يقول لنا اسمعونا هقول لكم كلمتين، احنا شباب زيكم صغيرين بس لحقنا قاعدين ومفتحين، اسمعونا يلا فوقوا معانا اوام، كلامنا كلام حقيقي مش اوهام، كلام هنقضي بيه على الخرافه والاوهام، لينا حقوق لازم نعرفها ايه ونوصلها للناس والعالم واللي فيه، مش معقول هنسكت على حق لينا علشان محدش قاله او حتى اهتم بيه. خلاص خلص الشعر. انا عجبتني جدا جمله ان كلامنا كلام حقيقي وهنقدر نقضي بيه على الاوهام، حاجه كده صح. عاجبني ليه قوي على الحلقه بتاعتنا انه احنا براينا عن انه احنا حقنا انه ما يبقاش في ختان للبنات، انه احنا نقدر نقضي على العاده دي، وان احنا شايفين الموضوع ده خرافه ووهم مش حقيقي. صح. جدا طبعا. صح يا محمد، بنشكرك جدا يا اسلام، وبجد كلامك قوي جدا ورايك عجبنا جدا، ومن فضلك ابعت لنا حاجات تاني. عندنا رسومات تاني عايزين نوريها لكم، حاجات بقى رسومات برضو ناس زمايلنا اللي بعتنها لنا. في رسمة تاني ملونة شوية بقى، صورة النخل والسماء حلوة قوي. وفي رسمة تالتة، دي رسمة ورود برضو وجميلة قوي الرسومات دي، لكن برضو في مشكلة انه الرسومات دي محدش كاتب اسمه، واحنا متضايقين جدا ان انتوا مش كاتبين اساميكم، لان الرسومات دي بجد حلوه وتستاهل ان انتوا تبقوا بعتينها واسمكم عليها.
من حق كل بنت انها ما تتعرضش للختان. واحنا بنقول لكل اب وام العاده دي غلط، وبنقول كمان ان انتم كده بتضروها جدا مش بتحافظوا عليها. وقبل ما تاذوا بنتكم من فضلكم اسمعوا. بص على بنتك. ها ايه هي مخاطر عملية الإناث؟ في الأول بنرحب بيك. ممكن خطر ايه بس يا دكتور؟ ما انا عملتها وانا صغيرة. خطر ايه بس يا دكتور؟ طول انها خطر وما فيش ضحك. ده غير ان هي ممكن ما تخليش يقبل. ثم ازاي انت مش عارفة؟ معلش يقبل. ده غير ان هي ممكن ما تخلفش.